واخا سبحان الله مشاركتي في هذه المسيرة التي تعبر عن تضامن مع أعظم قضية للمسلمين وهي قضية المسجد الأقصى. وهذه المسيرة وإن كانت شكلا رمزيا من رموز النضال والتضامن مع هذه القضية فإن نحتاج إلى حلول أكثر من ذلك. نحتاج المسلمون ليولوا هذه القضية ولا ينسوها في خضم هذا الربيع العربي، لأنها هي القضية الأولى للمسلمين، قضية تتعلق بالمسجد الأقصى الذي هو ثالث الحرمين الشريفين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبلتين. نسأل الله يهيئ لهذه الأمة من الرشد ويوفقهم لنصرة هذه القضية نصرا حقيقيا